السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن صحة حديث الأذنان من الرأس، وهل يجب مسح الأذنين أثناء الوضوء؟ أقول الحديث ضعيف ولا يجب مسح الأذنين أثناء الوضوء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. الله يبارك لك. وياكم. أنا عامل عملية في شهر 2 اللي فات دوت، و يعني مش عارف في رمضان هعمل إيه. تعمل ايه؟ من اي ناحيه؟ من ناحيه الوضوء او الصلاه ولا ماذا؟ لا، من ناحيه يعني انا عامل عمليه شيل جزء من البنكرياس، وكان في ورم، يعني كان في ورم. الله يعافيك، طهور ان شاء الله. وبشرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. أما عن الوضوء والصلاة، فإن استطعت أن تتوضأ توضأت، عجزت عن الوضوء تيمم، عجزت عن التيمم صلي فاقد الطهورين. أما عن الصلاة، فإن استطعت أن تصلي قائما صليت، عجزت فصلي قاعدا، عجزت فصلي مضطجعا ولو بالإماء إن عجزت، والله أعلم. والحمد لله على الإسلام، فهو دين يسر، ورسولنا بعث بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. نعم، كيف حالك؟ الحمد لله، أسأل الله كل خير. إلا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. لا، تفضل شيخنا. لو حكم طلبة وبأم المدرس بتاعه، يعني إذا قاموا لا إثم عليهم، إذا قاموا لا إثم عليهم، ولكن على المعلم أن يعلمهم عدم القيام له، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. هذا. وعن الوقوف للقادم، لم ينهى الجلوس عن الوقوف للقادمين، إنما ورد ذم من يحب التعالي والكبر في حديث في من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار بالقيام لسعد بن معاذ لما كان سيحكم في بني قريظة. وأيضا إن قام الشخص تبجيلا وتوقيرا دون طلب منه لذلك، دون طلب من الشخص الآخر لذلك، فلا بأس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود كان إذا دخل على فاطمة عليها السلام قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها. وقام طلحة بن عبيد الله يهرول فصافح كعب بن مالك وهنأه بتوبة الله عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. أسأل على صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. أسأل على صيغة صلى الله عليه وسلم، هل هي صاد لامية ولا صاد لام بس؟ يعني هل هي بلفظ الطلب، يعني صلي اللهم على نبينا محمد، يعني بمعنى الطلب يا رب صلي على النبي محمد، أو صلى بمعنى الإخبار؟ كله جائز. صل اللهم على نبينا محمد وسلم، صلى الله عليه وسلم، هذه الأخيرة إخبار والثانية طلب، والله أعلم، وكل جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم.
نعم، ماذا عندك؟ السلام عليكم. هو وكيل، هو وكيل وفي نفس الوقت هو المعمل بتاعه بيشتري ايه من نفسه. نعم، اعد السؤال. فلوس الفلوس ده اعمل فيها ايه؟ لا لا، اعد السؤال. لو انا اديت واحد فلوس يتاجر في الجبنه، هو وكيل، هو وكيل وبياخد عموله، بس هو بقى المشكله ان هو بيشتري من نفسه المعمل بتاعه، فبيشتري من نفسه. يعني انت وكلت فلوس، مش عارف دلوقتي مثلا الفلوس وكلت عفوا وكلت شخصا يشتري لك شيئا جبنه، وهو يشتري لك من نفسه. هو بيقول المعمل بتاعه. لا، لابد ان يبين، لابد ان يبين. يقول انا سأبيع لك. لا، بالشكل ده الجمع بين الوكاله والبيع في ان واحد، يكون وكيلا وبائعا لمن وكله بهذه الطريقه. فيها نظر انه بيشتري من نفسه. اي، من اقول لك فيها خلل، لانه جعل نفسه بائعا ومشتريا في نفس الوقت. طب الفلوس دلوقتي، الفلوس اللي كسبت دي اعمل فيها ايه؟ يعني ممكن انت كنت غششت الناس، او اشتريت منهم، اشتريت لهم كما تشتري من سير من الناس الاجانب. لا، هو اشترى لي. يعني انا وكلتك بالفلوس، هو اشترى لي. انا مش عارف اعمل بيها الفلوس، هو خلاص كسبني بقى الوقت، مش عارف اعمل بيها. اشترى لك خلاص، ما فيش مشكله. لا لا، انت ما عليكش انت مشكله يا صاحب المال. كلام في الوكيل والبائع في نفس الوقت، هم شخص واحد. انت ليست عليك انت مشكله يا صاحب المال. يعني لو سمحت، انا لو سمحت خاصه انا بالنسبه لي خاصه الفلوس اللي لا اذا كنت لم تتواطأ معه على مثل هذا فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عايز اسال بس عن زكاة المال. عن اي شأنها؟ انا مطلقه، ويعني بحث ذهبي، ويعني اديت لحد يتجوز لي فيه. طيب، والسؤال؟ السؤال دلوقتي يعني المال اللي انا بيتجوز لي فيه، يعني اطلع عليه زكاة ولا ايه بالظبط؟ كم جرام ذهب؟ يعتبر 90,000 حاليا السنة دي، يعني 90,000. لا، عليه زكاة، عليه زكاة. أنا باخد الأرباح، باخد الأرباح يعني بصرف أنا وبنتي منها. لا لا، عليه زكاة، على أصل الذهب زكاة، على أصل الأموال مع الربح زكاة. فتعالي عند وقت إخراج زكاتك وانظري كم أموالك مع الأرباح، وأخرجي على ذلك ربع العشر من كل 1025، اقسمي على 40. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت صايم يوم الخميس اللي فات، وجت نسيت وكلت، كلت حاجات بسيطة كده، فعيني كده صيامي. من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فتمم صيامك. ماشي يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. الله يسلمك، تفضل. الله يسلمك. بقول لحضرتك شيخنا، انا زوجتي عينيها ملونه ومسكنه. نعم نعم، عفوا، زوجتك ما شانها؟ بقول لحضرتك زوجتي عينيها ملونه وعينيها ملفته جدا جدا، يعني ملفته لابسه نقاب، بس عينيها، بس هي عندها تعب في عينيها. يعني زوجتك اي زوجتك عيناها ملونتان ملفتتان للنظر، ومع ذلك ضعيفة الإبصار. والسؤال هل الشبكة، لو رفعت الشبكة عن عينيها حرام ولا مش حرام؟ لا، مش اذا كانت ملفتة جدا كما تقول، يعني ممكن تلبس نظارة. اذا كانت ملفتة جدا، يعني القضية الآن إذا كانت تسأل عن تغطية العين أو الكشف عن العين من أجل إبصار، لا بأس به، جائز. لكن أنت تقول، أنت وقعتني في حيرة، أنك تقول عينها فاتنتان، فإذا كانتا فاتنتان فالله لا يحب الفساد أيضا. ممكن تلبس نظارة تحل المشكلة.
اللي نظاره نظاره شمس ولا نظاره نظر؟ اي حاجه بقى، اي نظاره يعني، المهم لا تفتن الناس، لا تفتن الناس ولا تضر ببصرها ايضا ولا تضر برؤيتها، اجمع بين الامرين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عاوز اعرف حكم المضاربه، هل تحديد النسبه لابد منها ولا بعد جنس الارباح؟ نسبه من الربح ام نسبه من راس المال؟ نسبه من الربح. لا، نسبه الربح لا باس ان تقول للمضارب لك، للمسمر، انا لي 50% من الربح وانت 50% من الربح، لكن نسبة من رأس المال لا. لا، لن يحددها في وقت دفع المبلغ اللي يساهم به. هو إذا اختلفتما، نعم، سنرد المسألة إلى الأعراف السائدة في نفس المهنة والتجارة التي يتاجر فيها المثمر. يعني أنا يا شيخ لو اديت له واحد مبلغ من المال يشغله لي في المشروع اللي فيه. النهارده أنا علي اسم او هو عليه اسم، لو ما حددناش النسبه؟ لا ما لكوش اسم، لكن التشاحح بياتي فيما بعد. الان انتم طيبون، لكن عند التخارج تجده اعطاك شيئا يسيرا تختلف معه هو. يعني والله يقول: وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فبيان الامور افضل، بيان الأمور نعم. أفضل نعم. لأنه نعم. ممكن يرسل نعم. لك هدية ويخصمها من الربح. نعم. أي. انتبه. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا أدعو الله لي. ها. ما السؤال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ادعو الله لي وجزاك الله خير. الله يوفقنا وإياك والسامعين والسامعات لكل خير يا رب، ويهدينا وإياك سبل السلام. السلام عليكم. بعض الناس الذين يدفعون الأموال من أجل أن يجتاز أولادهم باختبارات الشرطة وهذه ما يسمى بالوسطة، ما حكم؟ طبعا الرشوة حرام، في هذه المسألة الرشوة حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكثر عن حكم الصور يا شيخ، الصور الفوتوغرافية. حكم ماذا؟ حكم الصور الفوتوغرافية مثلا، صور الفرح. الصور الفوتوغرافية إذا لم تكن لها فائدة تمنع. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال ابن عباس: إن كنت صانعا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه إلا ما دعت إليه الضرورة، فرب العزة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، الله يحميك يا رب. وإياك. تفضل. حضرتك فعل مع زوجتي يعني، فبقول لها أحيانا أقول لها روحي، أقول لها توكل على الله غوري كده يعني، فجاء الشيطان زي قال لنا كده يعني كأني بكل خطأ يعني فمش يعني على كل قولك لزوجتك الألفاظ التي ذكرتها، أولا من ناحية وقوع الطلاق بها لا يقع بها الطلاق، روحي افعلي، الألفاظ التي ذكرت في أولها حرف الغين، أنت يعني كن طيبا، حافظ على لسانك شوي، يعني في شقين: شق أدبي أخلاقي حرمته، شق الطلاق لا يقع الطلاق بها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ممكن حاجة اتكلمك سؤال بس؟ اتفضل. الو. السلام عليكم يا حجة. السلام عليكم. عليكم السلام يا والدة، الله يسلمك، اتفضلي. ايوة، انا عايز اسألك على حاجة يا سيدنا الشيخ. ماشي، اتفضلي. انا الراجل اللي انا كنت متجوزاه، ابو الاولاد توفى الله يرحمه، هو بصلي ودعا عليه وقال الفاتحه وكل حاجه، بس طلب مني حاجه وانا ما وافقتش عليها. فقال: طيب بحلم الله انا ما عنتش زي ليك،
من ساعتها ما شفتوش. ها عفوا اشوف خيالات بس. ما ف... م... مش فاهم الكلام الاخير. يعني ايه المطلوب يا والده؟ المطلوب انا طلب مني حاجه وانا ما وافقتش عليها. ده في النوم يعني ولا في اليقظه؟ في حلم الله. لا مين اللي قال لك ان الحلم ده حلم الله؟ ما تعرفي حلم الله ولا حلم الشيطان. ما نستطيع ان نقول الحلم هذا من الله يقينا، انما ظنونا بس. يعني هو في الحلم طلب منك حاجه رفضت تعطيها له في الحلم في الحلم، وبعدين ما انت تشوفيه في الحلم. لا تلتفتي لهذا يا والده، لا تلتفتي لهذا يا والده، الله يستر عليك. فقال انا ما عنديش جاي تاني. خلاص لا لا، ممكن شيطان، شيطان قالك في صورة زوجك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا، إننا نحبكم في الله كثيرا. أحبك الله الذي أحببتنا له. نسألكم الدعاء شيخنا. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. كيف نستقبل شهر رمضان شيخنا جزاكم الله خير؟ كيف نستقبل شهر رمضان؟ نعم، يعني هل عن رسول الله نصوص في كيفية استقبال شهر رمضان؟ لا أعلم نصا في هذا، مع أن الناس كثيرا ما يتكلمون فيه، لكن لا أعلم نصوصا في كيفية استقبال شهر رمضان. إنما وضعنا الآن كوضعنا غدا، كوضعنا غدا نستعد للقاء الله في أي وقت وحين. التحلل من المظالم، الإكثار من الاستغفار، الإقلاع عن الذنوب، تهيئة القلوب بالاستغفار دائما وتنظيفها بالاستغفار دائما، فقد يأتيك الموت وأنت نائم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك، عايز حضرتك تدعيني بس إن ربنا يهدي ما بين زوجي ويصلح ما بيننا. نسأل الله أن يصلح بينك وبين زوجك. اللهم آمين. بعد إذن حضرتك يا شيخ، بعد إذنك، هو لو حصل مشكلة خلاف ما بين الزوج والزوجة وهو غلطان غلط فيها مثلا، الصح إن الزوجة تروح تعتذر له وتمسك إيده زي ما في الحديث بتاع نساء أهل الجنة ولا يعني الحديث ده فيه كلام الأول، الحديث هذا فيه نظر شوي. طب ولا تسيبه يا شيخ لو لا يعني افترضي عفوا اتفضل يا شيخ. اذا كان لك ولغيرك الكلام، يعني افترضي ان الزوج ظالم، هل الزوجة امرت ان تعبد الزوج؟ ما امرت ان تعبده، الزوجة تعبد الله سبحانه وتعالى والزوج يعبد الله سبحانه وتعالى، كل واحد له حق على الاخر. اما اذا كان هو ظالم وغلطان، ما هناك نص يقول ان الظالم يعتذر اليه. اذا اعتذرنا للظالم عن ظلمه، اذا نحن بهذه المثابة نجعله يزداد ظلما، فالظالم يوقف عن ظلمه ويمنع من ظلمه. انما تقول الزوج لانه زوج يعبد، ابدا ابدا، نحن نحرص على مرضات الله اولا، مرضات الله اولا. اذا كان يطيب لي وأنا مظلوم أقول عفى الله عنك، أنت ظلمتني عفى الله عنك، لكن أجعل الظالم يتمادى في غيه ويفهم نصوص أو يأتي لزوجته بنصوص على غير وجهها؟ لا أبدا. الأصول تمشي، الأمور تمشي في نصابها الصحيح. الظالم ينتصر له بمنعه من ظلمه، بارك الله فيك. أما الحديث الذي سألت عنه فحديث ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل عن نسي ركعة في الصلاة الرباعية يا شيخ، يعني الصلاة الرباعية الظهر أو العصر بعد السلام، لو نسيت ركعة أجيب ركعة كاملة بأركانها ولا أجيب ركعتين؟ يعني عفوا، نسيت ركعة من صلاة الظهر؟ الظهر أو العصر. تأتي بركعة واحدة. افتكرتها بعد السلام. تأتي بركعة واحدة وتسجدي للسهو. واسجد في السهو قبل السلام؟ نعم، قبل السلام او بعده ما في مشكلة في هذا. طيب هل السجود للسهو بعد السلام يا شيخ يلزم الوقوف ولا وانا جالسة على الارض؟ لا وانت جالسة. وانت جالسة في نفس المقام وانت جالسة، لكن لا تقومي وتنزلي تسجدي. لا. طيب الاذكار بعد الصلاه يا شيخ لو سمحت، الاذكار اللي هي سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله بعد الصلاه، لو انا يعني مشغوله ببيتي مع اولادي وانا عايز اخد الثواب بتاع الجلسه في المكان المصلى وما زلت على وضوئي، هل لو انا بخدم اولادي وانا بقولها برضو باخد نفس الاجر؟ ماجوره ان شاء الله.
جزاك الله كل خير. وياك. ربنا يكرمك. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. حضرتك أعزكم الله، بعد ما أعزكم الله طعم الحمام بحس إن فيه نقاط بول نزلة، فبستنى شوية لغاية ما أعزكم الله يجف الموضع وبجفف الموضع بمنديل. وبعد ما ينشف خالص خلاص أبدأ أتوضى. أحيانا بحس بعد ما أتوضى أحس إن فيه حاجة نزلت، فببص ما لاقيش حاجة نزلت. واحيانا يعني احيانا ابص ما الاقيش. يا اخي الكريم، الله يغفر لنا ولك، اذا كنت معافى فلا تلتفت لهذه الهواجس، صلي ومش لازم تبص زي ما بتقول، توضا وادخل في الصلاه وصلي. ان شعرت ان بول جرى منك معروف البول كيف ينزل، اخرج من الصلاه واعد الوضوء. اذا كان مرضا مستمرا كل خمس دقائق كل ثلاث دقائق بول مستمر، تكون مريض بالسلاسه، تتوضا وتصلي ولا تبالي ولا توسوس مرة ثانية ولا تشغل الناس، لأنك شغلت الناس أكثر من اللازم بوساوسك. اتق الله في وقتك وفي نفسك وفي مالك وفي أوقات المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ علي. نعم. إذا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالنا شيخ بعد إذنك. سم. ما حكم وقوف الطلبة للمعلم عند دخول الفصل؟ وقوف هو الذي يطلب منهم أو هم الذين يقفون؟ لا، هم الذين يقومون بدون طلب. ليسوا بآثمين. لماذا؟ اسمع مني، لم يرد نهي عن رسول الله فيما علمت عن القيام للقادم، إنما ورد ما يكره للقادم أن يحب أن يقوم له من سره. اسمع النصوص مني لعلك مبلغ أو عمن ممن سمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. هذا في معرض المنع. وورد في الصلاة ونسخ: إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، تقومون على ملوككم وهم جلوس، يعني أنتم قيام في الصلاة والإمام جالس. بعد ذلك نسق بأن النبي صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. في معرض الإباحة قال رسول الله للأنصار: قوموا إلى سيدكم. قام الرسول لفاطمة وقامت فاطمة إليه. قام طلحة بن عبيد الله يهرول فصافح كعب بن مالك وهنأه. ورد بمجموعة الطرق أن النبي قام لجعفر لما قدم من الحبشة. هذه مجموعة النصوص تقريبا، ما فيها نص صريح ينهاني عن القيام للقادم، إلا ما قد يفهم الكراهية أن تكون عادة مستمرة كلما دخل عليك شخص قمت له. وهو حديث أن النبي كان أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. استمرارية في القيام لشخص معين كلما دخل قمنا له تكره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن فضيلتك يا شيخ. نعم. المسجد اللي قريب مني. نعم. المسجد اللي بصلي فيه، في قبر بس خلف المصلين، وفي غرفة مقفلة ما بتفتحش أبدا. يجوز الصلاة على كل الصلاة تجوز مع الكراهة خلف المصلين. وإذا كان الناس يأتون إلى المقبور ويدعونهم من دون الله لا تصلي في هذا المسجد. لا، هو غرفة مقفلة، قبر غرفة مقفلة. على كل خلص. الأفضل أن تصلي في مسجد ليس فيه قبر، وبالتوصيف الذي ذكرت الصلاة جائزة مع الكراهة. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لي سؤالين عند الشيخ الله يبارك فيك. تفضل يا اخي الكريم. السؤال الاول يا شيخ: الصور على التليفون وانا مصور اولادي بصورته وحط بعدي فيها حاجه في حرام؟ الامر في ذلك في بعض الساعه والله أعلم، يعني الخلاف فيه قائم بعض الشيء. السلام عليكم. السؤال الثاني
السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. نعم. بعد ما في شخص معلش يعني عشان بس انا كنت سألتك سؤال من شوية يعني الوقت الفلوس اللي بتاعت الجبنة دي خاصة يعني بالنسبة لها حلال ولا فلوس ايه مش فاهم. انا كنت سألتك من شوية سؤال يعني الراجل اللي بيشتري من نفسه ده ضرب لي خلاص بالفلوس يا اخي الفلوس ما خدش منها حاجة. انت عفوا انت وكلت شخصا يشتري لك شيئا قلت لزيد من الناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلت لزيد من الناس يا زيد اشتري لي شيئا معينا ذهب زيد فاشترى الشيء من نفسه وباعه لك المحظور هو في حق زيد نفسه اما انت لا تعلم فجاءتك اموال او اشياء رخيصة استمتع بها هو اثمه على نفسه لكن من حقك أن ترجع عليه إذا كان أضر بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة في سؤال عندي حضرتك. أنا بعمل بأحد المدارس وفي داخل المدرسة يوجد مشغل خاص بالوزارة التي أعمل بها. هذا المشغل يقوم ببيع بعض الشتلات وبنشتريها يعني بالمال. لكن هم عاملين استظلال يعني. فأحيانا بس دي مش للبيع فأحيانا بناخد بعض هذا الورق للاستعمال هل فيه يعني ده مش للبيع يعني لو ترك هيسقط ويزبل فهل هذا في حرمية إذا أخذنا بعض هذا الأوراق إذا كان سيتلف لم يأتي مشتري لشرائه وسيتلف ولم تحتالي كي لا يباع فلا بأس أن تأخذي أنت وغيرك من الأوراق التي ستتلف لك أو لأخيك أو للذئب ولك أو لأخيك أو للذئب له مناسبة لعلك تستنبطين منها جوابا على سؤالك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم يعني شاة تائها في الصحراء فالصحابي يسأله عن حكم الشاة في الصحراء قال لك أو لأخيك أو للذئب يعني إذا أنت أخذتها فهي لك إذا صاحبها غير موجود يعني إذا صاحبها غير موجود وأنت أخذتها أفضل من أن يأكلها الذئب يعني صاحبها غير موجود والذئب موجود وأنت موجود يعني صاحب الشاة أو صاحب الشاة الأصلي غير معروف شاة ضايع في الجبال صاحبها غير معروف والذئب موجود وأنت موجود فقال لك أو لأخيك غير موجود أصلا أو للذئب يعني إذا أنت لم تأخذها ولم يأتها صاحبه أكلها الذئب فيشير إلى جواز أخذها في هذه الحال قال مرمي في الطريق لا يعلم له صاحب سيارة ستأتي تدوسه فنقول لك أو يداس أو لصاحبه صاحبه غير موجود فأصبحت المقارنة بين أن تأخذه وبين أن يداس هكذا مثلا كيلو برتقال مرمي موضوع في كيس في الطريق صاحبه مفقود إما أن تأخذ كيس البرتقال أو أن الشمس ستتلفه لأن صاحبه غير موجود فيعني خذه بدل من التلف فإذا قلت أن المشتل فيه شتائل بتباع الشتلة بدولار أو باثنين دولار أو بأي كان لكن لم يأتي مشترون وخفضنا في السعر أيضا لم يأتي مشترون فبين أن تتلف الأوراق وبين أن يأخذها العمال فلا بأس حينئذ بأخذ العمال لها. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأذنك بس فضيلة الشيخ عندي سؤالين بعد إذنك. اتفضل يا أخي. اول شيء حضرتك انا قدرت نذر ان انا نصوم شهرين فما قدرتش نصوم الشهرين دولت فهل يجوز ان انت ندفع فلوس وكم المبلغ بتاع الشهرين يعني انت عاجز تماما طيله حياتك عن صيام الشهرين ايوه الدكتور قال لي ما تصومش عشان انا عندي عامل عمليه على الكلى وعندي حصوة على الكلى ايوه اذا تطعم 60 مسكينا عن الشهرين طب كم مبلغ حضرتك يطلع يعني لا مش كم مبلغ اطعام اطعام مسكين مكان كل يوم تفطره تمام طب هل يجوز صلاه جنازه الغائب اذا كان مخطوف واحد مخطوف بقاله سنه ينفع احنا نصلي عليه صلاه الجنازه
يعني أتاكم خبر قتله أو لم يأتيكم؟ لا أتنا خبر قتله. يعني بلغاكم أنه مات يقينا أو ما بلغاكم؟ أيوة بلغنا اللي هو قتل. بلغاكم أنه قتل، يجوز أن تصلوا الغائب عليه. تمام وشكرنا شيخ. الله يبارك فيكم، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا رواية أبي بن كعب وفيها قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الفرقان ولا في الزبور مثلها. الآخر رواية. الفاتحة يعني ولا إيه؟ آه سورة الفاتحة. ما الفاتحة تصح الحديث يصح لشواهده. آه. يصح لشواهده. طيب يا شيخنا في فرق بقى ما بين في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أيوه. يعني نعم. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. ثم دخل النبي ولم يعلمه، فلما خرج قال: يا رسول الله قلت لتعلمني أعظم سورة في كتاب الله ودخلت ولم تذكرها. قال عليه الصلاة والسلام: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وبها استدل الإمام الشافعي على الجهر بالبسملة، وفي ذلك خلاف طويل كما لا يخفى في الحديث في البخاري. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ممكن اسألك على حاجة كده؟ اتفضل. ليه فضلك؟ الحمد لله. لو انت مثلا بعت حسن الواحد، تمام؟ هو عيان يعني في المستشفى، وبعت مثلا حسن الدين معايا في الطريق. هو عيان يعني. بعت ماذا يا اخي؟ ارسلت ماذا؟ ماذا ارسلت؟ انت بعت له مبلغ. ارسلت لمريض في المستشفى مبلغ، وبعد ذلك مثلا انت بعت معاه المبلغ ده، المبلغ انا كاتبه في الطريق مش وصل. نعم. المبلغ ده انا مش وصل. سرق؟ لك نيتك إن كان سرق، إن كنت أنا سمعت خطأ، لك نيتك إن أرسلت المبلغ إلى مع شخص لمريض وسرق من الشخص، أنت مأجور بنيتك وصنيعك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل بالنسبة للحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لتربية الأولاد. لعبه سبع، أدبه سبع، ثم صاحبه. بالنسبة بعد سن 21، إيه اللي مطلوب من ولي الأمر بالمعاملة مع الأولاد إذا كانوا بيسمعوش الكلام أو ما بيسمعوش النصيحة؟ إيه اللي مفروض يعملوا الوالدين بالضبط للي سنه بعد يعني سن 21 سنة؟ أولا ما فيش نص على سن 21، إنما دي قوانين وضعية. قالت إن سن الرشد 21 سنة، لكن ما في نص بهذا. لكن عموما الولد كان كبيرا أو صغيرا تختلف المقامات في طرق التعامل. يعني في ولد شرير مفسد قد يفسد عليك حياتك، وفي ولد آخر النظرة تحزنه وتسكته، وفي ثالث عتاب شديد أو عتاب متوسط. فالأولاد يختلفون، لكن ثم أمر متفق عليه: أن تدعو الله لهم بالهداية، تدعو الله لهم بالهداية وتكثر من ذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضل. أنا ذات شخص حضرتك يعني في منتصف العمر. نعم. وعندي اولاد صغار، انا شخص دلوقتي في منتصف العمر. أي. وعندي اولاد صغار ومعايا مبلغ بسيط، هل المبلغ البسيط ده وانا مش عارف ما اعرفش اشتغل بيه او اتاجر بيه او اعمل بيه اي حاجه، وشغال على بابا الله زي ما بيقولوا، فهل المبلغ ده ينفع؟ بعض الناس عرضوا عليا ان انا اشتري
اشتري شهادة استثمار او حاجة كمبلغ مدخر للاولاد؟ اياك ان تفعل، اياك ان تفعل بداية الدمار والهلاك ان ترابي، بداية الدمار والهلاك ان ترابي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هناك ناس كثيرون غرتهم الحياة الدنيا وانكبوا عليها وعلى جمع المال فيها كالمصروعين، فأصبحوا يريدون التوسع بأية طريقة، فيكون أحدهم موسع عليه، مرزوق، مستور عليه، قد يكون دكتور مثلا ويريد التوسع في الدنيا للانكباب عليها مقارنة بأصحابه، فيستلف الملايين بالربا لكي يكبر نفسه. تاجر سيارات محدود يريد أن يتسع، يذهب إلى الربا ويظهر له في أول الأمر أن هذا خير، ويحمل كل الشر. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهكذا تجار كبار لا يقنعوا بربح حتى 100,000 في الشهر، لكن لا يقنعوا بذلك، يريدوا أن يصبحوا من أصحاب المليارات فيقترضون بالربا. وأنت على قدرك، وسع الله عليك بمبلغ قليل تريد أن تضعه في شهادات استثمار ربوية، فاتق الله في نفسك واحذر الدمار والهلاك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. جزاك الله خيرا. طب أنا واقع دلوقتي في مشكلة، وأدعو لحضرتك تدعي لي ربنا أن ربنا يفرج عليك. نسأل الله أن يفرج همك وهم كل مسلم. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأحذر من المذاهب التي دخلت بلاد المسلمين كالديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية والماركسية وغيرها من مذاهب الضلال. وأحذر الشباب الذين ولجوا في سبيل الإلحاد ودخلوا في طريق الإلحاد المفضي إلى جهنم والعياذ بالله، أحذرهم من غضب الله وعقابه وشديد عذابه. وأحذر الذين يروجون لهذه المذاهب الضالة، مذاهب التضليل، أذكر بالله، أذكر الجميع بالله أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إليه. وأحذر نفسي وإخواني من الفرق المارقة كالتكفير والتوقف والتبين، وكذلك التشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال وغير ذلك من مذاهب الضلال كالإرجاء وغير ذلك. أحذرهم من مغبة أمر هؤلاء ومن العقوبة التي تلحق بهم إذا أقررناهم على ضلالهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبل